صباح الخير مشاهدينا الكرام، ويوم جديد من هذا الصباح مع حضراتكم. وزي ما احنا متعودين دايما عندنا موضوعات جديدة ومتجددة كل يوم. من ضمن موضوعاتنا النهاردة هنتكلم عن انطلاق برنامج نادي مناظرات القضايا الاجتماعية لرفع الوعي بقضايا النوع الاجتماعي. وهذا يعني البرنامج بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التعليم، وأيضا برنامج الأغذية العالمي، في محاولة لتسليط الضوء على قضايا المرأة، رفع الوعي داخل المجتمع بهذه القضايا خاصة داخل المدارس تحديدا، وتعرفة هذه الأجيال الناشئة بهذه القضايا وكيفية التعامل معها، وخلق حالة من الوعي داخل المجتمع، وتغيير كثير من المفاهيم والمعلومات ربما المغلوطة أيضا عن هذه القضايا. عندنا موضوع آخر وهو صناع المحتوى على السوشيال ميديا بين الحرية والمسؤولية. إذن لابد أن يكون هناك توازن بين الأمرين في الحقيقة. لابد أن يكون ما يقدم من خلال السوشيال ميديا بطبع من جانب هؤلاء تتناسب مع العادات والقيم والتقاليد والثوابت الموجودة داخل المجتمع المصري بشكل كبير. تكون هناك مجموعة من الضوابط بتحكم هذا الأمر. ليس الحرية معناها أن يتم تقديم أي شيء يخالف أو يتنافى مع تعودنا عليه داخل المجتمع بالطبع، ويكون فيه شيء من الابتذال وغير ذلك من الأمور التي نشهدها للأسف الشديد في الفترة الأخيرة في محاولة لكسب الشهرة والمال في نهاية المطاف. دي أبرز الموضوعات اللي هتكون معانا النهاردة. عندنا فقرتنا الثابتة اللي احنا متعودين عليها دايما مع حضراتكم، عندنا فقرتنا الاقتصادية، فقرتنا الرياضية، قراءة في صاحبة الجلالة وأهم الموضوعات اللي بتطلعنا بها الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، وكمان مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير سواء المحلية والعربية والدولية. لكن خلونا نبدأ مع حضراتكم مجموعة من التدريبات الرياضية الصباحية بعد الفاصل وأيروبكس. صباح الفل، النهارده هنشوف مع بعض تمارين جديده نجهز بعد الفاصل عشان نعملها مع بعض. خلصت تماريننا ونشوفكم في حلقات جديدة إن شاء الله.
برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، وبنبدأ معاكم مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المختلفة. بالطبع يعني ذوي الهمم أو الاحتياجات الخاصة لديهم الكثير والكثير من القدرات، لديهم إدارة وإرادة وتحدي للظروف الصعبة التي ربما قد يمرون بها، وبالتالي هناك اهتمام من جانب الدولة في هذا السياق، يعني واهتمام من جانب القيادة السياسية بتقديم كل أشكال الدعم لهذه الفئة التي تظل جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصري. نظمت أكاديمية الشرطة زيارة لعدد من أبناء الوطن القادرين باختلاف، وذلك ترسيخا لمبادئ الإنسانية والتي تعد سمة أساسية من سمات الجمهورية الجديدة، ومعنا تفاصيل كمان هنشوف فيها يعني مجموعة من التفاصيل. نفسك تبقى إيه يا أنس؟ ضبط. ده احنا نتشرف بيك يا أنس، هنعمل لك رحلة، أو ليكوا بقى كلكم نعمل رحلة لكلية الشرطة والكلية الحربية وتشوفوا، ويبقى يوم نقضي هناك كلنا. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود. أكاديمية الشرطة تحتضن القادرون باختلاف تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنظيم زيارة لهم للأكاديمية، وهو ما يأتي ترسيخا لمبادئ إنسانية هي سمة الجمهورية الجديدة. عندي أمل فيكم بيكم، نبني عزيمة وعمل، إيدك في إيدي بحبنا تبقى جنة، مش بس غين وده نور جديد بدايته بينا. استقبال كبير وترحيب بهذه الوجوه البريئة التي تعلوها الفرحة وتمتزج بالتحدي. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم وليا وجود. أنا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاج عشانها ودان. لقاء اتسم بالدفء والتفاعل مع العروض المتنوعة التي قدمتها لهم الأكاديمية، وبالاهتمام الكبير بهم في رحاب أكاديمية الشرطة. عندي أمل فيكم وبيكم، نبني عزيمة وعمل، إيدك في إيدي بحبنا تبقى جنة، مش بس غين وده نور جديد بدايته بينا. فخوره ان انا موجوده بجد في بشرطه بلدي، باللي عاملينه النهارده للولاد، بتكرموا الولاد واهاليهم، كل حد من الامهات فرحان والاهالي. اليوم النهارده كان يوم رائع، وقد ايه الاولاد انبسطوا جدا جدا زياره اكاديميه الشرطه. انا مبسوط جدا، شكرا يا ريس، نحبه جدا. كان يوم رائع مع اولادنا فعلا، يعني كانوا مبسوطين جدا وسعداء، مفيش ولد ولا بنت جم النهارده ماشيين في منتهى السعاده. مظاهره احتفاليه بشباب قادرون باختلاف بارض العروض باكاديميه الشرطه، حيث نماذج من معدات وسيارات الشرطه التي اتيحت لهم الفرصه لركوبها الى جوار رجال الشرطه في لوحه جماليه مبهجه. ايدك في ايدي حبنا تبقى جنه، مش بس غين وده نور جديد بدايته بينا. انا موجود، انا وجودي طريق للخير في كل زمان، انا بطولة ومش محتاج عليها نشان، انا الاحساس، انا الطيبة وصدقي للحقيقة مثال. كابتن خيل وكابتن حصان وبشبكي وعربية سعاف، شفت البوليس يعملين فيه، وركبت العربية بالتفك، كل جميل جدا، مبسوطة جدا.
النهاردة يوم جميل قوي قوي قوي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هم قادرون باختلاف، ينشرون البهجة والفرحة حيثما كانوا. الدولة تهتم بهم وتضعهم في بؤرة اهتمامها، ويرعاهم رئيس الجمهورية، وهو من عكس على الترحيب الكبير بهم داخل أكاديمية الشرطة. شكرا سيادة الرئيس ان هو عمل لنا كل الحاجات دي. انا ما مبسوط ان انا شوفتكم وبحبكم قوي. شكرا يا سيادة الرئيس. اسلم يا مصري ان الفدا دي ان مدت الدنيا يدا، ابدا لم تستكين ابدا، انني ارجو مع اليوم غدا. تحيا مصر، تحيا مصر، شكرا. طب نروح لموضوع آخر مشاهدينا الكرام، وكرمة وزيرة الثقافة التونسية يعني سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنان أحمد بدير في إطار مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته 22 ولتحل في مصر كضيف شرف. أيضا معنا مجموعة من التفاصيل في هذا التقرير. مصري يحلى الغنى ساعد ما أقول يا ولساني أول كلام من صغري في حفل كبير أقيم بقاعة مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة التونسية وبحضور لفيف من المسؤولين والفنانين والمبدعين التونسيين والعرب، كرمت الفنانة القديرة سميحة أيوب سيدة المسرح العربية والفنان القدير أحمد بدير لأعمالهما الفنية الخالدة ودورهما البارز في إثراء الأعمال المسرحية، وذلك في إطار مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته 22 والذي تحل مصر فيه كضيف شرف. كما ذكرت منذ قليل سنكرم هرمين كبيرين. وكان مهرجان أيام قرطاج المسرحية قد انطلق في دورته 22 في 4 ديسمبر الجاري بمشاركة 26 دولة، وتحل مصر كضيف شرف لهذه الدورة تماشيا مع سياسة الدولتين المصرية والتونسية بشأن إعلان عامي 2021-2022 عامين للتبادل الثقافي بين الدولتين. ترتبط مصر شقيقتها تونس بعلاقات وطيدة على كافة المستويات، ويرتبط الشعبان بعلاقات تجمع بينهما العادات والتقاليد والثقافة، وكان هذا الدافع لإعلان فخامة الرئيسين عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس التونسي قيس سعيد ليكون عام 21-22 عاما للثقافة بين البلدين. ويعود مهرجان أيام قرطاج المسرحي هذا العام ليستعيد جمهوره ويستقبل ضيوفه بعد توقفه العام الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. من تونس إلى قطاع غزة، وتم تشكيل أول فريق وطني فلسطيني لكرة القدم مكون بالكامل من ذوي البتر بهدف المشاركة في كأس العالم القادمة، وكمان معنا تقرير. يتسابق اللاعبون في أنحاء الملعب على عكازين
ويحركون الكرة ويمررونها للأمام والخلف وأطرافهم الصناعية خارج الملعب في قطاع غزة. إنهم أول فريق وطني فلسطيني لكرة القدم مكون بالكامل من ذوي البتراء، واختير اللاعبون من مئات أصيبوا في الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع. اللاعبون أكدوا أنها الطريقة المثلى للتأقلم مع محنة إصاباتهم. اللجنة الدولية للصليب الأحمر قامت بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم برعاية عملية تشكيل المنتخب الوطني. اللاعبون يأملون في التنافس إقليميا، وأعينهم مصوبة نحو كأس العالم لذوي البتر المزمع إقامتها في تركيا في أكتوبر المقبل. المدرب سايمون بيكر مستشار للصليب الأحمر ومؤسس الاتحاد الأيرلندي لكرة قدم ذوي البتر أشرف على جلسة التدريب الأخيرة في الموسم. القواعد عدلت لتتماشى مع الاتحاد الدولي لكرة قدم ذوي البتر. يترك اللاعبون أطرافهم الصناعية خارج الملعب ويتحركون على عكاكيز، لكن لا يمكنهم استخدامها لدفع الكرة أو توجيهها. واختار بيكر 20 لاعبا من نحو 47 رياضيا مثلوا الأندية الخمسة في غزة. تم اختبار سرعاتهم ولياقاتهم وكفاءاتهم وأيضا مهاراتهم. لا نريد لاعبا يكون الأفضل دائما، نريد اللاعب الذي يملك كل شيء، جيد في المهارة، لائق، والأهم يجيد العمل مع الفريق. زار بيكر غزة أول مرة عام 2019 ودرب حكاما ولاعبين، وفي النهاية ساعد في تنظيم دوري مكون من 5 فرق بأكثر من 100 لاعب، وبدأ أيضا دوريا للصغار من ذوي البتر أصغرهم في 5 من عمره. قام فريق من طلاب الهولنديين في جامعة إيندهوفن لتكنولوجيا بابتكار جهاز يطلق عليه اسم الكم الذكي، والذي يحول الكلمات إلى سلسلة من المصطلحات التي يمكن أن تساعد مرتديه على فهم تقريبا أي لغة أجنبية، وذلك وفقا للطلاب لدى الجامعة والذين طوروا اللغة اهتزازية بناء على 39 من أصوات اللغة الإنجليزية المختلفة. بتقوم خوارزمية كمبيوترية بتحويل نص إنجليزي مكتوب إلى ملفات صوتية، والتي تتحول بعد ذلك إلى اهتزازات، وكل صوت له الاهتزاز الخاص به، يتم التعبير عنها كاهتزازات عبر السماعات في هذا الكم الذكي، وتسلسل الاهتزازات بيوضح الكلمات والجمل. بيقول فريق الباحثين إن الأمر يستغرق شهرا من الممارسة لمدة ساعة كل يومين لتعلم لغة الاهتزازات، وحاليا يمكن للمستخدمين أن يشعروا ويفهموا اللغة المكتوبة. لكن وفقا لفريق الطلاب والذي أطلق عليه اسم قلب، فينبغي أن يكون من المحتمل قريبا تحويل اللغة المستخدمة في الحديث مباشرة إلى اهتزازات أيضا. من أجل ذلك فإن الذكاء الاصطناعي سوف يتم دمجه في التصميم، وهذا هو ما يعمل عليه فريق قلب الآن، والفريق يرغب أيضا في بناء معدات الاهتزاز مباشرة داخل الملابس. في البوسنة تم بدء موسم التزلج الخاص طبعا بهذه الدولة قبيل احتفالات عيد الميلاد، في الوقت الذي يعني تعيد معظم الدول الأوروبية فرض إجراءات للمساعدة على كبح انتشار متحور أوميكرون، إلا أن الدولة الواقعة في منطقة البلقان بتتخذ أسلوبا معدلا في مواجهة هذا الأمر. مع معاناة الكثيرين في العالم من الارتفاع الحاد للإصابات بكوفيد 19 وحالات متحور إيموكرون، يقوم الألاف من المتزلجين من أنحاء البوسنة والبلقان والاتحاد الأوروبي باختراق الثلج المنهش في يعني منحدرات جبلية بالقرب من سراييفو، بتأمل هذه الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة البلقان في موسم سياحي شتوي قد يكون مختلف ويحقق رقما قياسيا مع إقبال السائحين القادمين من مئات الكيلومترات من جميع الأنحاء في منطقة البلقان وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاستماع أو الاستمتاع بأول عطلة أسبوعية للتزلج على الجليد خلال هذا الموسم، مع اتخاذ كافة الاحتياطات لمواجهة حماية أنفسهم من فيروس كورونا بالطبع خلال رحلتهم إلى البوسنة لممارسة رياضة التزلج.
أما في كرواتيا وعلى الرغم من معدلات التطعيم المنخفضة بين المواطنين والمخاوف المتنامية من السلالة الجديدة لمتحور كورونا أوميكرون، إلا أن أسواق عيد الميلاد في البلاد بتعج بالضوضاء والصخب المصاحب لحالة الابتهاج باحتفالات الكريسماس. في العاصمة زغرب تقدم السوق وقتا ممتعا شتويا للمواطنين في كرواتيا الحائزين على جوازات مرور للحصول على التطعيم ضد كوفيد 19. كبلت بعض الحكومات الأوروبية أسواق عيد الميلاد على أمل الحد من التجمعات العامة واحتواء متحور أوميكرون الجديد لفيروس كورونا. ومع ذلك في العاصمة الكرواتية خرجت الحشود للتمتع بالأضواء والسجق المطهي على البخار في شوارع المدينة المسيلة. عادة ما يجذب موسم الميلاد في زغرب آلاف الزوار من خارج البلدة الذين ينجذبون إلى جو القصص الخيالية في المركز التاريخي للمدينة. نروح لموضوع آخر، وقام بابا نويل أو سانتا كلوز بركوب طائرة مروحية لزيارة الأطفال المرضى بالسرطان في مدينة مكسيكو عاصمة المكسيك ليتخلى عن حيوان الرنة الذي كان يقل ويستخدم طريقة انتقال جديدة في غواتيمالا. تم تنظيم هذا الحدث الخيري من جانب جاسير شيلتر والذي يدعم مرضى السرطان من القرى النائية في غواتيمالا ويوفر الإقامة للأهالي في الوقت الذي يتلقى فيه أطفالهم العلاج، زي ما احنا شايفين مع حضراتكم في هذه الصور بالطبع. نروح لموضوع آخر، وبيعت أول نسخة من كتاب هاري بوتر مقابل 471 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما وصفه بائعو المزادات بأنه سعر قياسي عالمي من أجل عمل خيالي في القرن العشرين. وصفت النسخة البريطانية من الكتاب المقوى اللي صدرت في عام 1997 من كتاب هاري بوتر وحجر الفيلسوف بصورة توضيحية ملونة على الغلاف من جانب مزادات التراث بالساحرة والبراقة بشكل غير معقول والقريبة جدا من النسخة الأصلية. وقد نشر الكتاب في الولايات المتحدة مثل نسخة هاري بوتر وحجر الساحر، وقالت دار المزادات التي يقع مقرها في دالاس أنه تم طبع 500 نسخة فقط لديها غلاف الكتاب المميز، مضيفة أن السعر الأخير كان أكثر من 6 مرات التقدير ما قبل البيع الذي بلغ 70 ألف دولار. تراوحت أسعار المزادات السابقة للنسخ الأولى من كتب هاري بوتر من حوالي 110 ألف دولار إلى 138 ألف دولار. بيع الكتاب من جانب جامع كتب أمريكي ولم يتم الإعلان عن اسم المشتري. كانت المؤلفة البريطانية جي كي رولينج قد كتبت 6 كتب أخرى حول مغامرات الصيني اليتيم أو الصبي اليتيم الساحر، والتي باعت نحو 500 مليون نسخة في أنحاء العالم بثمانين لغة. وفقا لجمعية الناشرين الأمريكيين تحولت الكتب إلى 8 أفلام واللي حققت 7 مليار و800 مليون دولار في إيرادات شباك التذاكر. Mysterious thing, time. When in doubt, I find retracing my steps to be a wise place to begin. يمكن للمسافرين في محطة قطارات ميلانو الرئيسية أن يحصلوا على استراحة وسط النسخ طبق الأصل من اللوحات الجدارية اللي رسمها فنان الشارع بانكسي، وذلك من خلال افتتاح المعرض الفني الذي يطلق عليه اسم كلمة بانكسي التجربة الغامرة. في معرض الموزاييك في مستوى القطارات بمحطة ميلانو الرئيسية الضخمة تم إعادة ابتكار فن الشارع من جانب فنانين أوروبيين صغار السن وتركيبها أمام خلفيات تحاكي مواقع الشارع الأصلية للوحات الفنية. يوجد أكثر من 130 نسخة طبق الأصل من أعمال فنان الجرافيتي البريطاني معروضة داخل محطات قطار ميلانو الرئيسية. على عكس المعارض التقليدية، بعض الأعمال التي يتم عرضها على لوحات جدارية تمت إعادة ابتكارها لهذه المناسبة، وقد تم إعادة ابتكار فن بانكسي المشهور بالتعامل مع القضايا السياسية المتناقضة والنقد الاجتماعي بحجمه الطبيعي وظهوره من أجل منح تجربة غامرة داخل محطة قطارات ميلانو الرئيسية.
بالفعل سواء يستنكر بانكسي التلوث في لوحة تحيات الموسم والكوارث التي من صنع الإنسان في لوحة فتاة المظلة، أو حتى يدعو إلى اتخاذ إجراء ما ضد الجفاف في لوحة غسل خطوط الحمار الوحشي، فإن رؤية اللوحات الجدارية موجودة بالقرب من موقعها الذي كان مقصودا من الأساس لصنع تأثير قوي. آخر أخبارنا، نتعرف مع حضراتكم على أحوال الطقس المتوقعة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم نهارا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، أن يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، ارتفاع الموج فيه من متر ونص المتر إلى مترين، تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر وخمسة وسبعين سنتي. دي كانت مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المختلفة حول العالم، أوقفتنا الرياضية، ومن بعده هنستكمل مع حضراتكم فقرات هذا الصباح.